ولا الترجي اللي بقاله كتير قوي ما وصلش اساسا للمباراه النهائيه، ما حققش لقب افريقي، مطالب بتحقيق نتيجه ايجابيه قدام نادي القرن، قدام صاحب اكبر رصيد من البطولات، قدام النادي اللي لعب خمس بيلعب خامس نهائي على التوالي وهو على ارضه وسط جمهور. التوتر، الضغوط اللي عند الفرقه، اللي عند اللعيبه في الملعب بمجرد بدايه المباراه عند مين اكتر؟ شوف، نظريا يفترض ان الضغط هيكون على فريق الترجي. ليه؟ لان الذهاب على ارضه وسط، النهارده بنتكلم في حوالي ربما نوصل ل 40 الف متفرج داخل الملعب. النادي الاهلي ربما يكون نصيبه من 40 الف دول حوالي 1000 او 1000 ونص، فبالتالي بنتكلم على 97% من الملعب كله ترجي. بس واقعيا الترجي هيحاول يصدر الضغط للاهلي. ليه؟ لان في وجهه نظري كاردوزو هيعمل نفس الفلسفه بتاعته قدام سان داونز. انا مش هكون الفعل، انا هسيبك انت تبقى انت الفعل وانا رد الفعل، وانا ما عنديش مشكله خالص قوي خالص، ولا عندي اي دقيقه من ان انا اكون على ارضي بلعب مدافع، ولا يفرق معايا، خد انت الكوره اعمل اللي انت عايزه، انا مش هلعب غير على المرتده. وخليني برضو اقارن لك الثابته، هم شاطرين قوي في جدا جدا جدا. خليني اقارن لك الماتش ده يا احمد بنهائي 2005، الاهلي والنجم الساحلي. الاهلي بيلعب النجم الساحلي في سوسه، فاينل دوري، اول دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي ساعتها من سنه 2001. المباراه دي انا فاكرها، نجم الساحلي طبعا النادي الاهلي كانت نسخه مرعبه للنادي الاهلي مع مانويل جوزيه. اول طبعًا. فاينل نجم الساحلي بيلعب في سوسه قدام جماهيره، والملعب كمان في سوسه قريب يعني صغير، فالمدرجات قريبه جدا جدا من الملعب، مش زي رادس، رادس ملعب اولمبي، ففي تراك والدنيا بعيده شويه. النجم الساحلي 90 دقيقه زون ديفنس، ما بيطلعش النادي الاهلي خد المباراه يعني بالطول والعرض. حتى ساعتها كان حسن مصطفى لاعب النادي الاهلي ضيع، ومحمد بركات ضيع فرصتين خطيرتين جدا، بتكلم على الفاينل الاول 2005 مش 2007. النادي الاهلي جه في ماتش العوده كسب 3-0 وتوج باللقب. انا في وجهه نظري ربما الترجي يلجا لهذا الامر، ان انا هلعب زون ديفنس وهستنى هجمه مرتده، وهحاول على قد ما اقدر زي ما انت كده ما تفضلت وقلت احصل على اكبر عدد من الضربات الثابته حوالين منطقه جزاء الاهلي. ليه؟ لان انا املك ياسين مرياح. ياسين مرياح زي محمد عبد المنعم في الاهلي، لعيب طويل، هيدر ممتاز، تاني هداف الفريق في الدوري المحلي برصيد 5 اهداف بعد رودريجيز، لعيب ممتاز من كل النواحي. فبالتالي اقول لك هي دي فرصتي، انا ما عنديش القدره ان العب كوره على الارض مع الاهلي، واذا اصلا فكرت ان هاجم هضطر ان انا اطير حد من الفول باكس، لان الوينجات مش هيقدروا يهاجموا لوحدهم. أيوه. الوينج لو راح عليه اتنين هيقول لك هيبص للكوتش لو سمحت قول اللي ورايا يطلع معايا، انا مش هاجم لوحدي. فلو هو خد القرار ده هيبقى عنده مخاطره، ان على طول هتلاقي بيرسي او رضا سليم او حسين شحات او ايا كان الجناح بتاع الاهلي، اول ما هيلاقي الفول باك طاير هيبدا يقف وراه. فول باك بتاع النادي الاهلي او خط وسط النادي الاهلي هيروح قطع ارمي له على طول. فهو ده قرار مدير فني. فانا وجهه نظري الضغط نظريا على الترجي، ولكن واقعيا هو هيحوله للنادي الاهلي. شايف خطوط الترجي ازاي؟ يعني لما نيجي نبص لخط دفاعه، انت اشدت بيه مع كاردوزو رغم ان ده نفس الخط اللي شال من الاهلي السيزون اللي فات ذهابا واياب، لكن شايف انه السنه دي تنظيمه بصمه طبعا. كاردوزو عليه واضحه بشكل كبير. خط النص، خط الهجوم، انهي اضعف خطوط؟ انهي خط ممكن الاهلي يفرض سيطرته عليه بشكل كبير جدا ويترجم السيطره دي ان نتيجه اللقاء تبقى لصالحه؟ طيب شوف، طبعا احنا الرباعي اللي ورا ثابت، حارس المرمى اتغير، والخماسي الامامي اتغير. نبداهم باهولو، لعيب رقم 6 من توجو، لعيب قصير كده مدملك في نص الملعب، بس ورك ريت عالي للغايه، وكمان يعني باسن كتر بيقطع الباصات من المنافسين بشكل مميز جدا، وورك ريت عالي، عامل كده زي اليو ديانج بس هو اقصر شويه، بس ورك ريت عالي جدا جدا جدا. وجود اهولو في وسط الملعب بيامن للثنائي شعلاني وحسام تقى، وعايزين نقف عند حسام تقى كتير. اوكي. ان حسام تقى هو الفري بلاير بتاعهم، مش البلاي ميكر، هو الفري بلاير. يعني فري بلاير؟ ما عندوش واجبات معينه. هو كده واخد حريه في الصلاحيات، صانع لعب كلاسيكي. بيلعب في عمق الملعب مميز جدا 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 في دقه التمريرات، الفيجن بتاعته كمان خطره، الفيجن بتاعته بيقرا الملعب بشكل مميز جدا. فانا في وجهه نظري لازم حسام تقع، واعتقد ان شاء الله باذن الله يقف، يكون في تكليف مان تو مان، مش الاقرب يروح له.
وفي مان تو مان معاه، انك لازم تمشي معاه، مفتاح لعب مهم لابد انه يتحجج جدا. حسام توقع واحد من اعتقد مكاسب الترجي السنه دي، والفرقه دي خلي بالك يا احمد خطورتها كمان تزيد من السنوات الجايه لما يلعبوا مع بعض كتير زي الاهلي كده. يعني طبعا برضو انت برضو قلت كلمه حلوه قوي قوي في الانترو، ان احنا بنتكلم على فرقتين يعني يستحقوا الوصول للنهائي وهيروحوا مونديال الانديه في امريكا. هم فعلا يستحقوا، الترجي فعلا يستحق جدا. فانا اشوف ان خط وسط نادي الترجي هو واحد من نقاط قوته، بس برضو عايزين نتكلم على الهجوم. يان ساس ورودريجيز الاثنين الثنائي البرازيلي وغاشا طبعا اللعيب الجزائري لعيب مميز جدا، بس يان ساس هو اللي برضو اللي لفت نظري. نتكلم على جناح دريبلينج ممتاز، مهاري ممتاز، تسديدات ويقدر يلعب بلاي ميكر خلي بالك، وساعات بيعمل شيفتنج مع حسام طوق ساعات هو اللي يخش جوه وحسام يطلع على الخط ويعمل لك شيفتنج عشان انت ما تبداش تحفظ اسلوب اللعب. كل الامور دي مخليه الترجي نسخته بالظبط عكس النسخه اللي انت شفتها وقلت من شويه ان هي خسرت من النادي الاهلي في رادس 3-0. لكن نقاط ضعف الترجي في وجهه نظري في بطء خط دفاعه، في الكره الثانيه قدام منطقه جزائه، الحتتين دول اللي يتفرج على الترجي خصوصا امتى بقى؟ في الدوري. انك تلاحظهم في الدوري مش هتلاحظها في افريقيا. ليه؟ لان في الدوري هو بيهاجم، ففي بقى في ايه؟ في خد وهات. ايوه. الكرة التانية اللي قدام دفاع الترجي بيقعوا فيها بسبب ان هم اطوال فرعة فما عندهمش السرعة. اللي بيلحق ياخد الكرة التانية قدام منطقة جزائهم ويسدد بيبقى نسبة خطورته على على مرماهم عالية. فأنت عايز مش تتخانق معاهم في الهواء. سيبهم هم ياخدوها. بس الحق أنت الريباوند الكرة التانية. بالظبط كده. وأنت استحوذت على الكرة التانية قدام منطقة جزائهم هتعمل عليهم خطورة بالغة. بالنسبة لك مفاتيح الأهلي في مكسب إذا كان ليه يعني أو إذا كان هدف من أهداف كولر إنه يكسب. والله أنا كسبت الترجي قبل كده، في مدير فني جديد، في شكل جديد، نتائج على مستوى دوري أبطال كويسة، لكن لو عايز أو مش لازم أكسب، لكن أنا بشوف إن واحد من أهداف الأهلي الرئيسية النهاردة إن شاء الله ربنا يوفقنا فيها مهمة جدا جدا، إنك تسجل بصرف النظر عن النتيجة. صحيح، برافو عليك. فكرة صح. إنك تسجل دي طبع. في حد ذاتها أيا كان السكور إيه صح، هتحيد سلاح مهم جدا للترجي في مباراه العوده. صحيح. لو انت عايز تسجل النهارده شايف اقصر طريقه الوصول لمرمى امان الله مميش ايه؟ هل كرات ثابته؟ هل تسديد زي ما انت قلت من الخارج؟ هل اختراقات من الاجناب او من العمق؟ يعني شايف السيناريو ممكن يبقى ازاي؟ لو الحلقه دي كانت السنه اللي فاتت وسالتني السؤال ده كنت اقول لك اختراقات الاجنحه الهجوميه. أيوة. وبالفعل سعيد لو تفتكر كان نجم المباراه بيرسي تاو عمل كل حاجه. ليه؟ لان كنت بتتكلم على منظومه دفاعيه سيئه في مساحات في الملعب يعني الملعب الدنيا كانت فاضيه.